يا علي الموتور بيقطع مش عارفه ماله، بقى اشوفه والنبي. حاضر يا ست هاني. عبرت قناة السويس 52 باخرة بينها باخرتان مصريتان من بواخر شركة النقل في المحيطات، الشركة بتاعت نادية، ووجهتهما جاكرتا. جاكرتا دي في اندونيسيا، عارفة اندونيسيا؟ امال عارفاها، اللي بتبعت لنا البهارات والحاجات الحلوة دي. عارفاها. وبينها 12 باخرة انجليزية وخمسة يونانية المطر عمل فيكي كده وثمانية امريكية. الله نادية، اهلا 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 حبيبتي. يا كبدي يا بنتي، ده انت غرقانه ميه، اعمل ايه بقى في المطر يا ستي؟ ما تيجي تاخدي لك فنجان شاي يدفيكي. ايوه تعالي يا ستي تعالي. ايه اتاخرتي ليه؟ كان في اجتماع مجلس الاداره. العماره؟ عماره مين؟ عماره العناني؟ كان في اجتماع مجلس اداره الشركه. اختراع؟ اختراع ايه يا ترى؟ اخترعوا لنا ايه؟ الاعضاء كانوا مجتمعين. طيب وانتي مالك يا اختي ومال الاعضاء؟ هو انتي عضوة وياهم؟ ما اقدرش اسيب المدير العام وانا مديرة مكتبه. صحيح، دول ناس عظام، عملوا لنا بواخر تروح امريكا وتروح الصين وهي رفع العلم بتاعنا. انا كنت لسه بقراها اهو. يا بنتي قومي غيري هدومك احسن تكون مبلولة. اتعشيتي؟ ايوه اكلت في الشركة. اجري يا حبوبة بقى، ايه غيري هدومك وتعالي تعشي لحسن انتي ما اكلتيش. غالية واحدة هندية واحدة تركية. الاسم يا دكتور؟ عادل عبد الرازق. العمل؟ طبيب باطني. محل الإقامة؟ شارع الحلواني رقم 9 بالدقي، سكن وعيادة. سين، ما معلوماتك؟ أنا قاعد أقرأ، سمعت صوت الإسعاف، عرفت إن في حادثة. أرجوك والله بلاش تصوير. هل شاهد أحد الحادث؟ معرفش. متى غادرت زوجتك المنزل؟ سافرت يوم الأربعاء بني سويف عند الصديقة لنا هناك علشان تقعد عندها 3 أيام. اسمها وعنوانها؟ عيشة هانم حمدي، شارع راشد بني سويف. هل يوجد خلاف بينك وبين زوجتك؟ لا لا أبدا، احنا العلاقة بينا كويسة وعندنا أولاد. هل كانت زوجتك بمفردها؟ أيوة. تشتبه في كون الحادث عمدي؟ لا أبدا، زوجتي ملهاش أعداء، كمان الحادث في رأيي ناشئ عن مصدمة. كان معها شنطة سفر أو أشياء أخرى؟ أيوة شنطة سفر. وجدت هذه الشنطة؟ واحد جابها، كانت مطبعه. دلوقتي نشوف. هل لديك أقوال أخرى؟ لا لا. تفضل. انت علينا الست اللي بلغت الدكتور عادل. حاضر يا فندم.